بتقدم 100 ميجا ارضي ده ان شاء الله. خلاص تمام ولا مش تمام؟ ادي الارض لو ماشي هنا اهو، فالحته دي اهي اللي احنا بنقول عليها التريو هي دي. خلاص كده يا شباب دي اللي هي ده. دي التمبرا الاولى. خلاص يا شباب؟ اي نعم. دي جهه التريو. خلاص يا شباب؟ اي نعم. اهي دي المكسيلاري ساينس. دي المكسيلاري ساينس اللي احنا قلنا عليه. شايفينها؟ ايوه. خلاص؟ ودي الفرونتال اير ساينس اهي. دي الفرونتال ساينس. ادي الفرونتال ساينس اهي. خلاص؟ تمام يا شباب؟ طيب دي النورمال ايتولايز. يهمني ايه في النورمال ايتولايز؟ اول حاجه ده زي جيماتيك ارش. وقلنا زي جيماتيك ارش ماسك فيه عضله اسمها ايه؟ ماسيس. خلاص؟ هنا فوقيه فصه وتحتيه فصه. الفصه اللي احنا قلنا عليها واهميتها اللي هي بتاعت التمبرال. خلاص؟ ماسك فيها التمبرالز ماسل. صح. زائد ان فيها الايه؟ العمليه بتاعت التريو. ماشي من وراها ميدل ميجر ارتري. خلاص؟ طيب ده الانفرا تمبرال. الحته دي اللي هي الانفرا تمبرال. وما ادراك ما الانفرا تمبرال. خلاص؟ نار الله المقدر. دي بقى نار الله المقدر. انت واخد بال حضرتك؟ دي بقى دي الدنيا دي مولعه. مولعه. خلاص؟ ليه بقى؟ لان جواها المكسيلاري ارتري، جواها المكسيلاري فين، وقبل ما يبقى اسمه مكسيلاري فين كان اسمه جيليجويد بلكسس اوف فين. وجواه الماسل اوف ذا ايه؟ اوف ماستيكيشن. جواه الماسل اوف ماستيكيشن. خلاص؟ جواه الماسل اوف ماستيكيشن الاربع ماسل. بتلاقي اللاترال والميديال جيجويد جوه هنا في الحته دي. فالحته دي يا اولاد ميديال واللاترال جيجويد يا اولاد بيبقى حواليها تريجويد بلكسس اوف فين. وانت طول النهار عمال تاكل. خلاص؟ فعمال تضرب في الايه؟ في التريجويد بلكسس اوف فين، عمال تضغط. الضغط ده يا اولاد بيدخل الدم جوه المخ. ممكن يدخل الدم جوه المخ. يعني لو اي انفكشن ممكن مع ضغطه من الضغطات تقوم يوم يخش على البرين. خلاص؟ وفي بعض الدكاتره بتاع الاسنان يقول لك ده القلب الثاني، ده عامل زي القلب بالظبط. بيبقى عامل زي القلب. خلاص؟ ليه؟ عضلات العضلات دي جواها فين؟ او بتلف حواليها فين؟ خلاص؟ فكانك بتضغط على الفينز دي فبتخلي. وبعدين التريجود بالاكسس اوف فين خلي بالك متوصله بمين؟ تعالى بقى يا سيدي التريجود بالاكسس اوف فين اول حاجه احنا اتفقنا ايه؟ ها؟ اتفقنا ايه؟ مش دي الانفرا تمبرال؟ مش دي الانفرا تمبرال اللي احنا لسه قايلين عليها؟ انت واخد بالك؟ هتدخلك على فين يا دكتور؟ على ميدل مينينج. ليه؟ لان انت عندك هنا الفورامين اوفال والفورامين سباينوس. هتدخلك على الكافرنا الساينس. اي نعم ديب فيشل والديب فيشل لا انا هوري لك الديب فيشل فين دلوقتي. خلاص التريجود بلكسس اوف فين خلي بالك متوصله انت واخد بال حضرتك بي اهي ده الانفرا تمبرال اهو. خلاص جواها الايه التريجود بلكسس اوف فين. خلاص مش احنا قول لسه قايلين دلوقتي ان في حاجه اسمها ماجز ايه البتاع ده اهو التريجود بلكسس اوف فين تتوصل بيه الانفير اوربيتال فيشر. الانفير اوربيتال فيشر ده جواها انفير اوربيتال فين صح؟ هذا الانفير اوربيتال فين يوصل لغايه الفيس ويبتدي يغطي صح؟ خلاص معايا ولا مش معايا؟ يبقى معنى كده ان هذه الايه؟ الفيس انت واخد بالك ممكن يدخل يخش لك لو اي انفكشن في الفيس يخش يدخل على التريجود بريكس على الانفير اوربيتال انفير اوربيتال فين على التريجود بريكس اوف فين على الكافرنس ساينس. مش الفين من الاوفر فروم الاوفال فروم السباينوس جواها الميشري فين وما طبيعه الميشري فين دي عباره عن فالفلس فين يجمع ويخرج. خلاص معايا ممكن تاخد الدم من بره تدخله جوه او تاخد من جوه تطلعه بره صح فاهمين ولا مش فاهمين؟ هنا. طيب يبقى الانفرا تمبرال هتوصل بالايه؟ بالاوربت صح كده ولا مش صح؟ صح طيب بتوصل بالميدل كارينال فصه ولا لا؟ بتوصل بالميدل كارينال
بتوصل كليب كمان يا اولاد. هنا ما بين التريكوت بليد وبين المجزله ريبون في فيشر هنا اسمه تريجو مجزله ريفيشر خلاص هنا. بيدخلك على حاجه اسمها اسفينو بلاتاين فوس. اسفينو بلاتاين فوس هو ده هنا. شايفين اسفينو بلاتاين فوس اهو خلاص يا شباب معايا ولا مش معايا؟ خلاص ده بالنسبه للانفراتيم خلاص كده. طيب ده يهمني اللي يهمني في الانفراتيم. طيب النورمال اوكسيبيتاليس بقى عشان نعرف النورمال اوكسيبيتاليس في عندي هنا في حته عاليه اهي الحته العاليه دي اسمها اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس خدناها احنا المره اللي فاتت صح؟ صح اكسترنال اوكسيبيتال وهو اكسترنال ليه؟ عشان في جوه انترنال. طيب اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس دي بتبين لي حاجتين خلاص. اكسترنال اوكسيبيتال كريست اهي يطلع منها اكسترنال اوكسيبيتال كريست اهي ماشي ويطلع منها سوبيريور نيوكلاي. يبقى الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس دي بتعرفني حاجتين اول حاجه اكسترنال اوكسيبيتال كريست والسوبيريور نيوكلاي. سوبيريور نيوكلاي اكسترنال اوكسيبيتال كريست والسوبيريور نيوكلاي خلاص كده معايا. الكريست ده في نصه في انفيريور نيوكلاي يبقى في عندي ثلاث حاجات اول حاجه اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس يطلع منها حاجتين مين هما؟ ها الكريست الاول وبعدين السوبيريور نيوكلاي. الكريست ده في منتصفه الانفيريور نيوكلاي ده النورما اوكسيبيتاليز اللي انا عاوزه منك ايدنتيفاي البون تقول لي يا اما تقول لي اوكسيبيتال بون او اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس تمام ولا مش تمام؟ ايدنتيفاي الكريست ده اكسترنال اوكسيبيتال كريست خلاص كده يا شباب تمام ولا مش تمام؟ خلاص كده ها حد عاوز حاجه في النورما اوكسيبيتاليز خلاص. يبقى النهارده احنا خدنا ايه؟ ها فرونتاليز فرونتاليز واوكسيبيتاليز خلاص كده يا شباب. طيب عاوزين بقى ايه؟ بص على الحاجات اللي انا شايفها. بص اول حاجه اول درس احنا خدناه اللي هي السكالب. سكالب صح؟ السكالب دي ادي الاوكسيبيتو فرونتاليز مصر دي اللايرز بتاعت السكالب ما تهمنيش يهمني الاوكسيبيتو فرونتاليز خلاص كده. نرفع الصباع بتاعها ايه؟ في الشنيه. في الشنيه ايدنتيفاي الماسل تقول لي اوكسيبيتال بيلي او اوكسيبيتال فرونتال نيرف الصباع بتاعها ايه؟ في الشنير. خلاص كده معايا ولا مش معايا؟ طيب انا اللي تحت العضله اللي تحتيها على طول دي ايه يا اولاد؟ ها طب قبل ما نخش على دي بص بقى في عضله حوالين العين اوربيكولاريز اوكلر خلاص ايدنتيفاي اوربيكولاريز نيرف الصباع فيشر اوربيكولاريز اوريز صح كده؟ اي نعم نيرف سبلاي فيشر خلاص. هنا المصل اللي هنا دي اسمها باكسينيتر خلاص فيشر تمام عرفنا كده. تعال بقى في عضله هنا دي التمبرالز تمبرال صح ودي ماسيتر نيرف سبلاي مانديبولار خلي بالك بقى خلاص كده يا دكاتره معايا. يبقى ده شايف دي ايه؟ ها هذا التمبرال طيب ودي مسيتر مسيتر خلاص كده تمام. طيب دي ايه يا اولاد؟ دي باروتيد باروتيد ايه؟ باروتيد جلاند نرفس الله بتاعها ايه يا عم حسين؟ ها نرفس الله بتاع الباروتيد باروتيد جلاند اه اي صح اللي هو الاكسترنال كروت لا بص عليه بص يا الباروتيد احفظ معايا الباروتيد تحفظ معايا ها العصب نمره 9 جروسه تمبر ايه؟ فرنجل خلاص الجلوس فرنجل وهو نازل يدي لك حاجه اسمها تمبانك تمبانك صح اسمه ايه تمبانك خلاص التمبانك ده يخش الميدل اي خلاص يطلع ليزر بتروزل خلاص ليزر بتروزل ده انت واخد بال حضرتك معايا يلاقي المانديبولار نيرف متعلقه في الاوتيك جانجلي يقوم داخل الاوت الجانجلي خلاص يطلع من الاوت الجانجلي ها من المانديبولار نيرف اوريكولو تيمبورال نيرف عشان يغذي الباروت اللي هو فيها الاوريكولو تيمبورال نيرف صح خلاص خلاص كده يا شباب بقولها تاني ها اللي هي هتبدا في اول شيء جلوسال فرنجل هتقول لي في تمبانك برانش جلوسال فرنجل جلوسال فرنجل بعدين تمبانك بعدين اوتك ايوه بعدين لا ليزر بتروزل ليزر بتروزل بعدين تم اوتيك بعدين اوريك تمبرل خلاص ماشي
وركو تبرانير بيحمل ايه؟ بيحمل اول حاره اول حاجه بره السمباثيك. صح خلاص. بيحمل كمان السمباثيك اللي جاي من الاوتيك. الاوتيك جالها السمباثيك منين؟ من الارتر اللي جنبها اللي هو الميدل مينينجال ارتر اللي هو تي و3 ومدري تي 1 حاجه. خلاص ده الايه؟ ده الايه؟ عندك هنا اهو في عندي ارتري اسمه الميدل مينينجال ارتري. خلاص في بلكسس حواليه تخش الاوتيك جانجل. خلاص والاوريكوتيمبورال نيرف هو اصلا سنسوري فيديها سنسوري. فالاوريكوتيمبورال يديها سنسوري يديها بارس المساتك يديها سمساتك. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ اي نعم. خلاص كده ده بالنسبه للبارود الجلاند. لو انت شايف البارود الجلاند ده يا اولاد بتلاقي فيه نيرفات اهي طالعه منها. شايفين النيرفات دي؟ ها دي برانشات الفيشنال. برانشات فيشنال ده التيمبورال برانش. خلاص دول اللي هنا اللي من الانتير بوردر. ها يطلع منها ايه؟ اول حاجه الزيجوماتيك. بقى تاني حاجه الباكر. تالت حاجه المانديبولا. صح خلاص. تالت حاجه او رابع حاجه السيرفايكل. خلاص كده يا شباب ده بالنسبه. طيب ايه كمان طالع من البرود ده يا اولاد؟ هلاقي هنا في برود الدكت. اهي طريقه برود الدكت ايه يا اولاد؟ اول حاجه تعدي على المسيتو لغايه لما توصل للانتير بوردر بتاع المسيد. تقوم داخله عند البكر باد اوفات. ما هي ده بكر باد اوفات. خلاص بعد البكر باد اوفات لما تشيل البكر باد اوفات تلاقي في فاشيه اللي هي دي فاشيه. طبعا ما فيش دي فاشيه في الفيس. ففي عندك ايه بيسموها باكو فرنجيه فاشيه اسمه باكو فرنجيه فاشيه. خلاص معايا. بعد كده هتلاقي الباكسينيتو. يبقى هنلاقي يبقى البريد ده تخرم بكر باد اوفات. بعد كده بكر فرنجيال. بعد كده باكسينيتو. طيب بعد ما تخرم باكسينيتو هلاقي الميكوزا بتاعت دي. خلاص كده معايا ولا مش معايا؟ بعد كده تفتح عند الابر سكند مولر مولر. خلاص كده يا دكاتره كل واحد يدي للتاني ريال ويخليه يشوف ايه؟ يشوف البريد الضغط. يعمل له كده يجيب التانج ديبريسور كده ويشوف فتحه الايه البرود. خلاص البرود. خلاص كده يا شباب يبقى ايه اللي انا شايفه هنا بقى؟ تعالى بقى ها دي ايه؟ ها اوربيكولاريز بلاك. دي اوربيكولاريز بول. دي ايه؟ باكسينيت. خلاص كده دول الماسل اوف ذا فيس زائد الاوكسيبيتال اوكسيبيتال فرونتال. خلاص نيرف سبلاي فيش تمام. خلاص دي ايه يا اولاد؟ التمبرال. دي ايه؟ مسيتو نيرف سبلاي. محدش يزعل مني لما اجي اكتب لك اعمل لك ايدنتيفاي تقول لي تمبرال نيرف سبلاي. ها خلاص ده ها باروتي نيرف سبلاي اللي هو فرنجيال نير يديها اوريكولو تمبرال نير. تاخد براحتك ممكن المفروض ان انت تكتب كلوس فرنجيال نير. خلاص تديني تمبانيك. ها تدي لك فيزا وتروز اوتيك جانجل. بعد كده اوريكولو تمبرال. خلاص يا شباب ماشي يا شباب ماشي ولا مش ماشي؟ خلاص كده يا دكاتره ده بالنسبه للعمل بتاعنا اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. المره الجايه نعمل العمل بتاعنا هنفضل كل يوم كل مره ان شاء الله نعيد الكلام ده اهو. وطبعا هديكم حاجه زياده جميل تاخد بالك. العمل كله بتاعنا مش هياخد مننا مرتين ثلاثه. بعد كده هتلاقي كله ايه المره الجايه هديكم النورمال بيزاليس ونشوف الفتحات بتاعتها. طبعا بيزاليس احنا هريناه